السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الكرام، طلاب المستوى الثامن محاسبة، أهلا بكم. أهلا بكم الخريجين إن شاء الله هذا الفصل. أخوة الكرام، وصلنا حتى المشاركة. أهلا بكم طلاب المستوى الثامن خريجين التعليم عن بعد. برنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أهلا بكم في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية. وصلنا يا شباب حتى بند المشاركة. وصلنا إلى المشاركة يا شباب، لكن الحضور ضعيف، الله المستعان. طبعا بالنسبة للتطبيقات أو التدريبات اللي موجودة في المشاركة يا شباب، بالنسبة للمشاركة طبعا أن يتفق أو يقصد بالمشاركة قيام كل من طرفي العقد بتقديم المال والعمل معا ليعمل فيه على أن يقتسم الربح بنسبة رأس مال كل منهما أو حسب ما يتفق عليه، أما الخسارة فهي تكون دائما على حسب نسبة رأس المال. دائما يا شباب في المشاركة خسارة بتكون على حسب نسب رأس المال، أما الأرباح توزع وفق الاتفاق. إيه يعني وفق الاتفاق؟ أحيانا بيكون العميل بيعطوا للعميل نسبة معينة مقابل الإدارة، فممكن الاتفاق على توزيع الأرباح كما يتفق الطرفين، لكن الخسارة لابد أن توزع وفقا حصة كل واحد من رأس المال. ده بالنسبة للمشاركة. في المشاركة يا شباب طبعا كازينو، بالنسبة للمشاركة المبالغ التي تدفع في المشاركة من حساب تمويل بالمشاركة، من حساب تمويل بالمشاركة إلى حساب الصندوق أو إلى حساب الحسابات الجارية أو إلى حساب الأصول المقدرة، يعني على أساس إن البنك ممكن يدفع مبلغ نقدا وممكن يفتح حساب جاري للشريك للمشارك، وممكن يقدم للمشارك أصول معينة كبضاعة أو غيره. فإذا قدم له بضاعة نفس الوضع، نحن في ثلاث احتمالات: إما البضاعة بتساوي الحصة، وإما البضاعة قيمتها أكبر من الحصة، وإما البضاعة أقل من الحصة. فإذا كانت البضاعة حصة البنك لا توجد أي تعديلات أو أي مشكلات، القيد من حساب تمويل بالمشاركة إلى حساب على الأصول المقدمة. إذا كان القيمة المقدمة كبضاعة أكبر من الحصة، فمعنى ذلك هناك خسارة. وإذا كانت البضاعة المقدمة قيمتها أقل من حصة البنك، فمعنى ذلك أن هناك في أرباح. ماشي يا شباب؟ يقول لي قدم المصرف، أنا يا شباب في صفحة 164 أمامكم على الشاشة. قدم المصرف أصول قيمتها الدفترية 4 وقيمة ب3.5، قيمة ب3.5 خلاص يبقى في خسارة من حساب 4 وخسائر 1.5 مليون. قبليها قدم المصرف أصول قيمتها الدفترية 4 قيمة ب5 مليون، معناها أن هناك في أرباح مقدارها مليون. ماشي؟ طبعا الأسئلة بتكون اختياري، وتكون اختيار من متعدد من حساب. يعني ممكن يقول لك في حالة تقديم بضاعة تكلفتها 3 مليون تم إعادة تقديرها عند تقديمها في المشاركة بمبلغ 3.5 مليون، يكون العائد على المصرف ربح 500، خسارة 1500، ربح 1 مليون، خسارة 2 مليون. طبعا الإجابة شباب هي خسارة 1.5 مليون ريال. طبعا في هذا الحال القيد بيبقى من حساب تمويل بالمشاركة إلى بسكوري. طبعا هنا عامل القيد يا شباب 3.5 قيمة ب3 في حال تقديم بضاعة تكلفتها 3 أعيد تقديرها بمبلغ 3.5، معنى ذلك أن هناك ربح يا شباب، دي فيها ربح 500 أو نص مليون. ماشي؟ في حال تقديم بضاعة تكلفتها 4 مليون تم إعادة تقديرها بمبلغ القيمة العادلة 3.5، في هذه الحالة يكون حساب التمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، حساب تمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة
اضاعه مشاركه دائن بمبلغ. ده يا شباب لازم تبقى عارف القيد. عشان تحل هذه النقطه لازم تبقى عارف القيد كيف يكتب. القيد من حساب تمويل بالمشاركه هي بضاعه تكلفتها 4 وعيد تقديرها قدرت بالقيمه العادة بثلاثة ونص. قدرت بالقيمة العادلة بثلاثة ونص، ماشي. معنى ذلك أنها ها أيوة انتظر الرد لحظات عزيزكم. هنا يا شباب في حالة تقديم بضاعة تكلفتها 4 مليون تم إعادة تقديرها بالقيمة العادلة 3.5. في هذه الحالة يكون حساب التمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، حساب مشاركة يدين بمبلغ اللي هو مبلغ اللي هو قيمة البضاعة المقدمة للمشاركة. قيمة البضاعة المقدمة للمشاركة 3.5. بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة دائن بمبلغ قيمة البضاعة في البنك بكام؟ 4 مليون. يبقى الإجابة اهي رقم ألف، ماشي. في حالة تقدير البضاعة بالقيمة العادلة 5 مليون هو يقصد ايه؟ يقصد يا شباب اللي هو نفس التمرين اللي سالفات ده، تقديم بضاعة تكلفتها 4 ماشي وإعادة تقديرها بالقيمة العادلة 5 ماشي. في هذه الحالة ربح المصرف يكون كام؟ ربح المصرف بيكون طبعا مليون، واضحة ماشي يا شباب. دايما الاثر على الحسابات الختاميه يا شباب بيكون بيظهر في قائمه الدخل. ارباح المشاركه بتظهر في الارباح، ولو خسائر تظهر في جانب الخسائر. في حاله تحقق خسائر بتيجي قائمه الدخل، في الخساره بتظهر في الحاجات دي، ماشي. تم تصفيه تحت عمليات التمويل بالمشاركه بين المصرف الاسلامي واحد العملاء وفيما يلي بعض البيانات المستخرجه من دفاتر هذه المشاركه. حصة المصرف 80% والشريك 20، يعني 8 إلى 2 يعني 4 إلى 1. قيمة مبيعات الموجودات 6، رأس المال المشاركة 5، التزامات على المشاركة 2، ضرائب مستحقة 500. المطلوب حساب نتيجة المشاركة وتحديد حصة كل طرف منهم. على التمرين ده محلول يا شباب تحتهم، ماشي؟ بس هنا نقول لي نتيجة تصفية المشاركة كام؟ ربح ولا خسارة؟ هنا لو احنا نركز نلاقي الآتي يا شباب. يا بنات، يا شباب ويا بنات، مش متأكد انا مين الموجودين. صفية، عبير، انصاف، ماجد، عائشة، كريمة، مازن، في يا شباب ويا بنات. قيمة الموجودات 6، رأس المال 5، الديون 2، والضرائب المستحقة 2.5. اصلا في النظام يا شباب اول حاجة تدفع الديون الحكومية ثم ديون الاشخاص. فهندفع 500 وندفع 2.5، احنا بعنا ب6. احنا بعنا ب6، دفعنا 2.5، باقيين 3.5، صح؟ باقيين 3.5، نروح نرجعوهم لصاحب اصحاب المشاركه يقولوا يا حرام احنا بدانا ب5 وهناخد 3.5. يبقى اذا نتيجه تصفيه المشاركه خساره قدرها 1.2 مليون. هذا هو الاجابه الاولى يا شباب، ماشي. نصيب المصرف كام ونصيب المشارك كام؟ عندما توجد خسارة يا شباب ويا بنات توزع وفقا لنسب رأس المال. نسب رأس المال 4 إلى 1، 80 20
يبقى 4 إلى 1. قسمها 80 20 ينفع، 8 إلى 2، 4 إلى 1 كما تحب. هتقسم زي ما تقسم هتلاقي مليون و200، هتبقى 300 ألف للمشارك ومليون و200 كم يا شباب؟ نتيجة المشاركة خسارة 1500 ألف. نتيجة المشاركة 1500 خسارة. مش عارف ازاي الجماعة اللي حاضرين ما لاحظوش ان نتيجة التصفية خطأ. اصلا 6 مليون هنشيل منهم 2 ونص، باقيين 3 ونص، 3 ونص الناس دافعين 5، يبقوا خسرانين مليون ونص. المليون ونص تقسمها تلاقي المصرف هيتحمل خسارة مقدارها مليون ونص. والمشارك هيتحمل خسارة مقدارها 300 ألف. ماشي؟ طبعا حل المثال اهو يا شباب. في مثال تاني. بفرض ان هو تكون شركة بناء عقد المصارف الإسلامية واحد تجاه الأعمال برأس مال قدره مليون. حصة المصرف 6، حصة رجل الأعمال 400، 4، يعني 6 إلى 4. 6 إلى 4 يعني 3 إلى 2. تنفع؟ ماشي تنفع. توزع الأرباح كالآتي: 25% لرجل الأعمال نظير الإدارة، و75% توزع وفقا لنسب رأس المال. تعالوا يا شباب نشوف اللي حصل يعني. السنة الأولى المشاركة حققت أرباح مقدارها مليون ريال، كيف توزع؟ المليون لو قلت لك نصيب المشارك كام؟ نصيب المشارك كام؟ ماشي، يعني ممكن تبقى هي صح وغلط، بس هنا ما فيش صح وغلط فيها، لكن هي دي تيجي صح وغلط يا شباب. لما اجي احسب نصيب المشارك، قد المليون حققت كام هي؟ 100,000 يا شباب دول المليون. السنة الأولى أسفرت عن 100,000، 100,000. ال 100,000 هو هياخد 25% رجل أعمال. يبقى ده المشارك هياخد 25,000، يتبقى كام؟ 75. ال 75 يقسموا بنسبة 3 إلى 2. بنسبة 3 إلى 2، 3 للمصرف و2 لي. ماشي، يبقى إذا نصيب المشارك هياخد 25,000 أهي. 100,000 ضرب 25 زائد نصيب المشارك ده زائد 100,000 ناقص 25 ضرب 4 من 10. تنفع 4 من 10؟ تنفع. نصيب المصرف 100,000 ناقص 25 ضرب 6 من 10. ماشي يا شباب؟ هل دي فيها مشكل؟ ها؟ هي جات على الأرباح. طب لو أسفرت النتيجة عن خسائر يا شباب، نعمل إيه هنا؟ إيه رأيكم لو ال 40,000 خسائر؟ 40,000 خسائر. أنا هكتب معاكم أهو بفرض أن المشاركة حققت 40,000 خسائر، نصيب المشارك وليه الخط ده هنا صغير؟
دفع المشارك حقق 40,000 خسارة، نصيب المشارك كام يا شباب؟ وبعديها نصيب المصرف. أنا لحظات هديكم بدائل، ماشي؟ أربعين ألف. لو قلنا نصيب المشارك يا شباب ويا بنات، هل ممكن يبقى 22 ولا 18؟ 22 ولا 18 ولا 16؟ ماشي، ايوه، شكرا صفية، بارك الله فيك. 16. نصيب المصرف كام؟ نصيب المصرف طبعا يا شباب ممكن نقوله 12، ممكن نقوله 18، ممكن نقوله 16، ممكن نقوله 24. أربعة وعشرين، نصيب المشارك 16 ونصيب المصرف يا شباب 24. ليه؟ لأن الخسارة توزع وفقا لحصص رأس المال، ما يسريش عليها القصة اللي فاتت بتاعت ال 20%، لأن دي خسارة. ماشي؟ نيجي يا شباب ليه؟ نفس القصة، المثال ده يا شباب، مشاركة متناقصة، القيود اليومية كما هي، بس هنا في مثال في المشاركة المتناقصة يا شباب، تعال بص عليه. المثال ده موجود عندكم في الكتاب، شباب، مشاركة منتهية بالتمليك تقوم الشركة بين المصرف الإسلامي وأحد العملاء، مشاركة متناقصة بالشروط التالية: رأس مال المشاركة 5 مليون، حصة المصرف 4 شريك 1، خلي بالكم دي 4 إلى 1، خلاص ماشي. يفتح المصرف حسابا جاريا باسم المشاركة بقيمة حصته على أن يسحب الشريك منها حسب احتياجات العمل بشيكات موقع عليها من الشريك ومدير إدارة الاستثمار بالبنك، وأن تودع فيه متحصلات ربح تخصيص 20% للشريك مقابل الإدارة، ويوزع الربح الباقي حسب مال المشاركة. يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية حسب القيمة السوقية، وكان تدريج ما سبق خلال السنوات الأربعة كالآتي. اللي موجود يا شباب أصلاً اللي موجود معايا كان هنا، الجزء ده يا شباب حل، انا همسحه تاني اهو، هشيله وهو قاعد معايا برضه يعني، ماشي اهو. خد المثال ده هتلاقوه عندكم هكذا.
تمام، وهتلاقي هنا 750، وهتلاقي هنا مفيش الجزئية دي. هذا حضرات التمرين اهو، اولاد وبنات، هو ده اصل التمرين. طيب السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا. ماشي، القيمة الدفترية والقيمة البيعية والأرباح الصافية قبل التوزيع. أولا يقول لي هنا إيه اللي حصل؟ رأس مال المشاركة 5، حصة المصرف 4، وحصة الشريك مليون. يفتح المصرف ماشي، يوزع الربح بتخصيص 20% للشريك مقابل الإدارة، ويوزع الباقي حسب حصص في رأس المال المشاركة. يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية حسب القيمة السوقية. طيب أول شيء يا شباب، الأرباح الصافية أول سنة كانت 5 مليون 500 ألف، السنة الثانية كانت 750، السنة الثالثة كانت 750، السنة الرابعة كانت كام يا شباب؟ السنة الرابعة كانت كام يا شباب عندكم؟ هي أصلا السنة الرابعة كانت 160. لا، السنة الرابعة كانت 160. ما هو دي يا شباب؟ دي السنة الثالثة، اللي هو اللي انتوا شايفينه ده قدامكم، السنة الثالثة. السنة الثالثة أهي، بس هو شرحها تحت. ماشي، اللون الاخضر ده مش كويس، خلينا لون ايه، اصفر. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني اللون الاصفر كويس للعين. شوفوا يا بنات ويا شباب، المثال ده مثال جميل جدا. بيقول ايه؟ اولا السنة الاولى القيمة الدفترية كانت 750، والقيمة البيعية كانت 750، والأرباح الصافية قبل التوزيع 500 ألف. طيب ال 500 ألف دي يا شباب لو عايزين نوزعها ما بين المصرف والمشارك أهي، 750 ماشي، 750 ألف أرباح، الأرباح القابلة للتوزيع في أول سنة كانت 500 ألف. 500 ألف يا شباب أهي، هياخد منها المشارك كام؟ 20% أهي، 500 ألف لما ياخد منها 20% يبقى هياخد 100 ألف. وياخد بعد كده الباقيين كام؟ الباقيين كام يا شباب؟ باقيين 400. ال 400 يتوزعوا بنسبة 4 إلى 1، تمام؟ يعني لو أنا هنا المشارك يا شباب هياخد 100 ألف من ال 500، المشارك يا شباب هياخد 80% من ال 500، البنك هياخد 320، بس جات منين؟
جات منين يا شباب؟ انا بس هقول لكم السنه الاولى الله يحفظكم بس كفايه و هتقيسوا عليها اهي. السنه الاولى ارباح 500,000، اولا 20% منها للمشارك، ال 500,000 ضرب 20% هتساوي 100,000. تمام ماشي. الباقي 400,000 يوزع بين المصرف والمشارك بنسبة 80، ولا كام هو قايل كام فوق؟ 4-1. توزع بنسبة 4 للمصرف، 1 للمشارك. يبقى إذا نصيب المصرف يساوي 400,000 ضرب 4 على 5 يساوي 320,000. نصيب المشارك بيساوي 400,000 ضرب 1 على 5 يساوي 80,000. يعني كده يا شباب ان نصيب المشارك بيساوي 100 زائد 80 هيساوي 180,000. كده اتظبطت. نصيب المشارك 180,000. ماشي يا شباب، ماشي يا بنات. نصيب المصرف 320,000، وهكذا كل سنة. بس في مشكلة هنا. ايه المشكلة؟ ركزوا كده يا شباب، بيقول لي هنا ايه؟ الشريك اللي هو المقصود به المشارك يشتري حصة البنك على 4 سنوات، أي 4 دفعات متساوية بالقيمة السوقية. ماشي. القيمة الدفترية هنا والقيمة البيعية هنا 750 وهنا 750. هو عايز يشتري ربع نصيب المصرف. ماشي. طيب تخيل أنه أنت شريكك المصرف والأصول اللي قدامك ب 750، وعايز تشتري ربع نصيب المصرف. ربع نصيب المصرف كام هنا يا شباب؟ ها ادي ربع نصيب المصرف كام؟ الشريك اشترى حصة البنك على 4 سنوات او 4 دفعات بسبب القيمة السوقية. ماشي. يعني هنا يا شباب المشارك يشتري ربع حصة المصرف كل عام على مدار 4 سنوات يكون خلص، صح؟ طيب لما تيجي تبص يا شباب تلاقوا 750,000 هي قيمة الأصول،
نصيب المصرف منها كام؟ نصيب المصرف يعني 750 دي اهي، 750 يا حبايبي قيم الأصول. نصيب المصرف كام؟ يعني هنا أنا عايز أقول نصيب المصرف وعايز أقول نصيب المشارك. حد يقول لي نصيب المصرف كام؟ أولا نصيب المصرف 4/5، ونصيب المشارك 1/5. يلا يا شباب، أنا عايز النقطة دي بس منكم. يلا يا شباب، ها ليه بس 320,000 ليه؟ ايوه 600,000. شكرا يا مازن، وشكرا يا صفية البلوشي جزاك الله خير، وشكرا يا انصاف. هنا 600,000 نصيب المصرف عشان 4/5. طب ونصيب المشارك؟ نصيب المشارك يا شباب 150,000، صح؟ ركزوا معايا كده، المشارك يشتري ربع حصة المصرف، يعني معناها 600,000. ممكن نقوله ضرب 1/4، مش هو ده الربع؟ ضرب 1/4 هتساوي 150,000، صح ده ولا لا؟ ليه يا صفية، ليه يا اختي الكريمة، ليه؟ او ليه يا بنتي، ليه؟ المصرف ال 750 دول قيم الاصول، 750 دول قيم الاصول. الاصول اصلا مقسمه، الاصول معروفه 4 للمصرف للبنك يعني، وبعديها بشويه كده 1 للمشارك. بس ال 750 لما تيجي تقسميها 4 الى 1، حلو تمام، ال 750 لما تيجي تقسميها 4 الى 1 هتبقى 600 الى 150. بس لما يجي المشارك يشتري ربع نصيب المصرف يبقى هيشتري 600 في 1/4، صح؟ يعني 150,000. طيب ايه رايكم يا بنات ويا شباب لو قلنا ربع حصة المصرف، ربع حصة المصرف، ربع حصة المصرف اللي هي 600 ضرب 1/4، مش هي يا شباب نفسها او يا بنات، مش هي نفسها خمس حصة، سوري، خمس قيمة الأصول كلها، صح؟ يعني لو قلنا 750 ضرب افتح قوس 1/5، هي انا عايز اوصل اقول
انه الراجل اللي معاه اربع اخماس ربعهم هم عباره عن خمس الاجمالي، يعني 600 ضربناها في واحد على اربعه هي نفسها 750 ضربناها في واحد على خمسه. الله يحفظكم. تمام. انا ليه بعمل كده؟ على اساس ان التمرين ده لو جاء في الاختبار تعرف انك تمسك الاصول وتضربها في خمس تديك ايه؟ القيمه المتنازل عنها من القيمه المتنازل عنها للمشارك من البنك. ماشي؟ طيب. هنا يا اولاد ويا بنات 750 قيمه سوقيه و750 قيمه دفتريه، يعني معناها انه البنك لو اشترى بالسوق المشارك لو خد بالسوق او خد بالتكلفه مش هتفرق، لا خساره ولا ربح. ماشي؟ طيب تعالوا في السنه الثانيه. شوف السنه الثانيه يا شباب، هنا الاصول القيمه الدفتريه 100 وهنا القيمه الدفتريه 120. يبقى اذا القيمه المتنازل عنها لو عايز احسبها هاخد ال 100 دي واضربها في خمسه في خمس، واخد ال 120 واضربها في خمس، صح؟ لو قسمتها هلاقي انه ال 100 الخمس بتاعها 200 المليون اقصد، وال 120 الخمس بتاعها 240. يبقى اذا البنك لو باع بالقيمه السوقيه يعتبر محقق ارباح مقدارها 40,000. ولو كنت فهمت لغايه هنا يبقى كويس، انا عايز لغايه النقطه تبقى مفهومه. ها واضح؟ عايز اسمع او اشوف كلمه مكتوبه مفهومه. ها يا بنات، ها يا اولاد، ها الحصه المتنازل عنها 100,000 في خمس ب 200، الحصه المتنازل عنها 1,200,000 في خمس ب 240. رب الله يبارك فيك. في هذه الحاله اذا باع البنك للمشارك ربع حصته وفقا للقيمه السوقيه وهي 240 في حين ان القيمه الدفتريه 200 يعتبر البنك حقق 40,000. طيب تعالوا في السنة الثالثة، دفتريا بمليون 250 وسوقيا بمليون 600. يبقى إذا، شكرا يا عائشة، يبقى إذا القيمة المتنازل عنها هنا ومليون و250 ألف ضربتها في خمس هتديني 250,000، والمليون و600 لو ضربتها في خمس هتديني 320,000. يبقى هنا البنك محقق من البيع والتنازل الفرق ما بين 250 و320 يعني 70. طب تعالوا في السنه الاخيره، مليون وهنا 750. المليون دي لو قسمناها في خمسه هتطلع 200، وال750 ضربناها في خمسه هتطلع 150. خلي بالكم من حاجه، المليون دي دفتريا وبيعيا من اللي 750، يعني معناها لو البنك تنازل بالقيمه السوقيه يبقى محقق، ها محقق ربح ولا خساره؟ خساره. شكرا لك، بارك الله فيكم. مقدارها كام؟ الفرق ما بين 200 و150. تمام. ألفت انتباهكم إلى حاجة ثانية يا بنات ويا أولاد، ما تحدثنا عنه هو حساب ربح التنازل، ولكننا قبل ذلك تحدثنا عن الأرباح القابلة للتوزيع. بس خلي بالكم من حاجة يا بنات ويا أولاد، السنة الأولى الأرباح والنسبة تبقى 4:1. طيب والسنة الثانية لما البنك يتنازل عن ربع حصته تبقى النسبة تصبح كام؟
يعني اخر السنه الاولى هيتنازل عن الربع، واخر الثاني عن الربع، واخر الثالث عن الربع، واخر الرابع عن الربع. وفي الاربع سنين يبقى البنك طلع خالص واللي باقي المالك كله مش مشارك. شوفوا يا اخوه يا كرام ويا بنات، السنة الأولى بعد شراء المشارك ربح حصة المصرف تصبح النسبة الجديدة 60 و40. 60 و40 هي النسبة كانت كام الأول يا أولاد؟ الأول كانت 4 إلى 1. عارفين 4 إلى 1 يعني كام إلى كام؟ أربعة إلى واحد عبارة عن 80% و20%. هي في السنة الأولى. السنة الثانية هتبقى النسبة 60 إلى 40. ده إمتى دي؟ هي السنة الثانية. السنة الثالثة تبقى 40 إلى 60، السنة الرابعة تبقى 40 إلى 80، السنة الخامسة تبقى 0 إلى 100. أرجو أن يكون هذا واضحا. ماشي يا بنات، ماشي يا أولاد. طبعا دي هتلاقي عليها أسئلة، مشروع لكم شرح تام أهو. أشوف بس لو في حاجة عليها أشوف لكم بسرعة كده. يا رب يسلم. تكونت مشاركة بين أحد المصارف وأحد رجال الأعمال بنظام المشاركة المتناقصة برأس مال 1,000,000، حصة المصرف 800، حصة رجل الأعمال 200. ماشي يا شباب، اللي عايز يكتب يكتب لأن أنا مش هقدر أكتب. يبقى حصة المصرف 800 ورجل الأعمال 200، اتفق على توزيع الأرباح 20% لرجل الأعمال نظير الإدارة، 80% توزع وفقا لنسب حصص رأس المال. إذا كانت الأرباح الصافية للسنة الأولى 750,000 ريال، فإن نصيب المشارك يبلغ، لو الأرباح 750 نصيب المشارك كام يا أولاد وكام يا بنات؟ الخيارات 150 ألف، ب 270، ج 310، د 600. الأخت الكريمة هتقول إن مفيش نت. المشاركة ما بين المصرف والمشارك رأس المال 1,000,000، المشارك 200، المشارك 200,000، المصرف 800,000. اتفق على توزيع الأرباح أن يأخذ المشارك 20% مقابل الإدارة، و80% من باقي الأرباح يوزع وفق لنسب رأس المال. السؤال: إذا حققت المشاركة 750 ألف ريال، فإن نصيب المشارك هو نقط ريال، ألف 150، ب 270، ج 310، د 600. الإجابة يا شباب 270. طيب السؤال التالي: إذا اتفق على أن يقدم البنك نصيبه أصول كبضاعة،
وقدم وصول بضاعة تكلفتها 880 ألف ريال. قدم بضاعة 880 ألف ريال. في هذه الحالة يعتبر البنك حقق أرباح قدرها 80 ألف، صح ولا غلط؟ يكون البنك حقق أرباح قدرها 80 ألف، صح ولا غلط؟ طبعا خطأ، لأنه هنا لما هيقدم بضاعة 880 وحصته 800 بس، يبقى هنا في خسارة مقدارها 80. سؤال تاني: إذا اتفق على أن يشتري المشارك حصة البنك بالقيمة السوقية على 4 سنوات، ونفذ البنك الشراء وكانت أصول المشاركة في السنة الأولى بالتكلفة بمليون وبالسوق 1,200,000، في هذه الحالة يعتبر البنك حقق ربح من خلال البيع قدره 160,000 ريال، صح ولا غلط؟ خطأ. شكرا لك، بارك الله فيك. طب كم المبلغ؟ لا، تاخذي 200 مليون و200 تتقسم على 5، ومليون تتقسم على 5، هيطلع الفرق 40,000. شباب استاذنكم، بارك الله فيكم، ندخل على المحاضره الثانيه، نخرج من هذه المحاضره للمحاضره الثانيه. شكرا لكم الاخوه الكرام، طلاب المستوى الثامن محاسبه، كنا معكم في مقرر المحاسبه في المؤسسات الماليه الاسلاميه. نترككم في رعايه الله وحفظه، ونبدا في المحاضره الثانيه مباشره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.